السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وحالكم جيده. بالنسبه للاخوان هذا الفيديو ان شاء الله الجزء الرابع في دعم القنوات. خير الكلام ما قل ودل الاخوان. في الفيديو ديالو ان شاء الله نسحبوا عاوتاني في السوق، نسحبوا الناس اللي فايزين الناس اللي ربحوا معنا الايميلات الاحترافيه، نوريكم الطريقه نسحبوا بها ونكملوا بعدا الدعم. اول حاجه هذا هو الفيديو الاخوان الجزء الثالث، اليوم الجزء الرابع هذا اللي كتفرجوا فيه دابا. الجزء الرابع نفس الديكور غنسحبوا من هذا دابا قدامكم، غنسحب التعاليق. عندنا شي حمل تعليق 584 تعليق. كنتمنى بلي من الناس اللي كنحطوا القناه وديرهم بحال هذا الشكل، الناس اللي كيدخلوا عندهم كيديروا لهم التعاليق من طرف حفيظ من طرف، ما تخسر والو انك تدخل عندهم حتى هما عاونهم. واخا داروك تعليق دخل ماشي تدعمهم، دخل عاونهم، حطوا تعليق من تما دخل عاونهم. يلا اخوان بدعوا على برك الشر باش بلا نطولوا، ونتمنى انكم تستمروا معنا على الشير. كنديروا كما قلنا لكم افيك بليزير، صح تقال هو كيشكل ضرر على القناه، مي اش دير، حنا صابرين وحنا ندعموكم، وانتم خصكم يعني تمشيو معنا في الطريق. كاينه ولا لا؟ هما 500 تعليق ستار القناة الأولى. عالم حواء، نشوفو القناة عالم حواء. فيها الموضة، بدي الموضة بعدا كي نقفو طنان. شنو بترون قلب الجلابة بأس الطريقة. الناس ديال الخياطة إخوان، الناس ديال الخياطة واش عندنا قناة الخياطة كتصيب فاطمة شحال حاجة، خاصها تاهي خاصها تتحلق على القناة شوية صراحة، تقال لي مينياتور وتلعب عليهم وإلى آخره. شوفوا هاد لافيديو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعت لكم فيديو خفيف ظريف، وكنحيدو الظهر تبقى. الناس اللي بغيتو تعلموا الخياطة عالم حواء راه عندها كلشي في القناة تبارك الله عليها. ها القناة الأولانية نخليها لكم، نشوفوا القناة الثانية. غادي خصها تخدم شويه على اليمين كيما قلت لكم. الباحث، نشوف هذا الباحث. مثلاً 83 سبسكرايب، تحميل وتفعيل اوفيس 2016. شنو كرة 13 افريل خويا، يعني العناوين ما كاين. شوف بعض المرات كيكون فيك فين كتعبرها 13 افريل عنوان في الشورت. خرج جميله فلوغ، كتفلوغي مرات كدير مواضيع تقنيه تبتوين داز عندك السبور ما شدش نتش واحد. التريدينغ حتى هو منظر جميل، شد اخويا غير نتش واحد وتوكل على الله. واحد باقا قناه يعني ما باقا نوصلش على العدد ديال المتابعين. القناه اخويا ديال الباحث، الناس اللي بغاو يستافدوا من الباحث يبحثوا معاه حتى هو في القناه ديالو، راه فيها ما يدار. نرجع للقناه الاخرى، الخير في المساعده كما قلنا لكم، علاش سميناها تساعدوا مع بعضياتكم ماشي مشكل، ماشي من الضروري انك تعجبك القناة. يلا سير عربك شلا، شوفوا الفائز الثالث. كريبشو كورنسي تراندين تريدينغ، كريبشو كورنسي تراندين المهم شوفوا الخاص بالكريبشو. 7 سبسكرايب، 17 انشاء جيميل، فتح حتى من السنة تداول تعزين تي ار اكس. ها الاخوان عند القناة الاخرى دخلوا عنده، القناة الثالثة هي هادي، نشوفوا القناة الرابعة. عبدو الام دي، تضحك تخسر واحد ديال السادس الاخر اخوان عاد بادي. يا سلام كيبين وجهه الدري حتى هو راه يعني معول عليها. دخل نتمنى انكم تساعدوا، نشوف هذه المقدمه هذه بعدا كي دايره. يا السلام عليكم، فيديو جديد ان شاء الله الاخوان. في هذا الفيديو غتعرفوا شنو هو الكونتنت اللي غيكون فلاشين من هنا لقدام ان شاء الله. اول حاجه الاخوان ما بديتش دابا انا نمشي ماتريال لي بي سي على قد الحال باش نبقى مواطي الفيديو قبل ما تحطوا الميكرو، ناخذ المايك اللي هاد الاخ دابا كيعرف بالمحتوى اللي قدام، كيعرف الماتريال اللي يخدم به وكلشي عاد بادي. كي رياك طيب هو كيدير لي ريفيو، دخلوا عندو الاخوان نتوما تساعدو معاه يستاهل. ها هما الاخوان اربعة قنوات كاملين، نتوما القناة اللي عجبتكم دخلوا ليها، واللي ما عجبتكمش حتى هي دخلوا ليها. وهاد الدراري بغيت نقول لي خدم على الاس اي او شوية والمنياتور، ها السيو عندك زيرو والله فيديو بالضبط. شوف هادو هما القنوات الاخوان، والسحب ديال الايميل حقا نجي نوريكم السحب ديال الايميل كنسحبهم. ها البوست حطيت لكم الجمعة اللي فاتت، ميجي نسحبو من القناة حتى واحد، حطيت لكم بوست واحد اخر. دونك كنبدا انا، شوفوا معايا شوفوا معايا باش ربما تقول لي ما طلعتينيش في هذا الشيء ما ربحتينيش ولا شي حاجه. نبدا من هنايا، هاد ورقه الحنه غنتواصل معاها في الانستغرام، الانستغرام
ماشي بالحساب ديالي باش نتواصل تلقى في الحساب واحد اخر تواصل معاك به في الانستغرام باش تعطيني الايميل اللي كيبغي شي يكون شنو السميه اللي غتكون فيه باش نعطيك انا اليوزر الباسورد ونعطيك حتى اليو ار ال باش تبقى تدخل ليه البواط ايميل ديالك. هذا كذلك ما نعطيش بحال هذا حيت ما عنديش انستغرام ديالو ما داروش. هذا كذلك ما داروش فين دخلنا نانيش هذا داير انستغرام ديالو هو هذا حط الانستغرام تحت لاحظتوه هذا حتى هو نتواصل معاه. هذا كذلك الانستغرام غنمشي بتشابه هكا حيت بزاف الناس ما حطناش انستغرام شوم بزاف الناس ما حطناش عاوتاني نفس الديكور يعني حيت قليل اللي عارف هاد الايميل اللي عارف المعنى ديالو. المهم الطريقه الى نسحبها ان شاء الله الناس كاملين نتواصل معاهم هادشي اللي كاين نتواصل معاهم كامل نسرت لهم الايميل ديالهم ماشي ضروري انا اليوم نتواصل معاهم نقدر نتواصل مع خمسه ديال الناس غدا خمسه اخرين وانا غادي تنسى اليوم راه 30 ايميل الاخوان كاين تما. يلا دمتم في امان الله وما تنساوش الاخوان واحد الفيديو ان شاء الله يكون بالليل فيديو زوين بزاف نتمنى تستافدوا منه حتى هو كذلك وما تنساوش البارطاج ديال هذا الفيديو ديال دعم القنوات باش تدخلوا صحابكم كتعرفوا جروبات فيهم دعم القناه وداك الشيء صيفطوا لهم شاركوا معكم الناس اللي انتريست كتعرفوا شي واحد انتريست يعني يخدم معاك مرحبا. يلا الاخوان ان شاء الله ولي فراسكم.